السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما. خلصنا خلال الحلقات اللي فاتت الديكربوكسيليتد امينو اسيدز، نبدأ بقى في الفازو اكتف بيبتايد، ودي من الموضوعات السهلة جدا اللي لازم نبص عليها. هنعرف النهاردة ايه هو الانجيوتنسين، وهنعرف السيستم اللي الانجيوتنسين بيشتغل عليه. وزي ما واضح من الصمنيل بتاعة الحلقة ان السيستم ده اسمه رينين انجيوتنسين سيستم. دي هتبقى موضوعات حلقة النهاردة، وباقي الفازو اكتف بيبتايد هناخدهم ان شاء الله الحلقة الجاية، وهما ما فيهمش معلومات كتير. اوعدك ان شاء الله انك هتطلع مبسوط من الحلقة، فيلا اعمل لايك للفيديو وخلينا نبدأ على طول. بسم الله. اول حاجة عايزين نعرفها ان الانجيوتنسين ده عبارة عن بيبتايد هرمون بيعمل فازو كونستريكشن، والميكانيزم هنعرفه بالتفصيل دلوقتي. وزي ما قلنا انه جزء من الرينين انجيوتنسين سيستم. الرينين انجيوتنسين سيستم ليه اسم تاني، وهو الرينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم، واللي اختصاره RAAS. وده يا سيدي عبارة عن هرمون سيستم. اي سيستم ده اللي متحكم فيه في جسمنا هو الهرمونات، فبنقول هرمون سيستم. وظيفة السيستم ده انه مسؤول عن تنظيم ضغط الدم والفلويد بالانس. تعال احكي لك السيستم ده بيشتغل ازاي وانت تعرف لوحدك كل ده. هنبدأ السيستم من الكدني، مكان تصنيع الرينين، واحنا عارفين ان ده اكتر عضو في جسمنا محتاج الدم يوصل له بصوره كافيه، فلازم يبقى عندها سيستم بتظبط بيه الضغط لو حاسه بسكيميا، اي الدم والاكسجين مش واصلين لها بصوره كافيه. فدلوقتي لو الرينال برفيوجن ضعف فيها، وخصوصا في خلايا اسمها جاكستا جلوميولار ابيريتس، هنا الخلايا دي في الكدني هتفرز هرمون اسمه الرينين، عن طريق انها بتحول البرورينين للرينين هرمون، والبرورينين ده قصده الصوره الان اكتيف من الرينين هرمون. خلينا في دلوقتي، واللي وظيفته انه يحول ماده بتتفرز من الكبد اسمها انجيوتنسينوجين، بيحول الماده دي لماده اسمها انجيوتنسين 1. تمام ان شاء الله. الانجيوتنسين 1 بعد كده بيتحول للانجيوتنسين 2 بواسطه انزيم بيتفرز من اللنج والكدني اسمه انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، وبدل ما تقول الاسم ده كله نكتفي ان انت تقول اي سي انزيم، واسمه بيدل على وظيفته. تمام. بعد كده الانجيوتنسين 2 بيتكسر للانجيوتنسين 3 و4، ودول ما يهمناش في حاجه. ركز عليه واللي بيسبب ارتفاع ضغط الدم هو الانجيوتنسين 2، وبيعلي ضغط الدم بخمس ميكانيزمات مختلفه لازم تبقى عارفهم زي اسمك، ما تقلقش سهلين، يلا نشوفهم سوا. اول حاجه واهم حاجه انه بيعمل بوتنت دايركت فازو كونستريكشن، وركز على كلمه بوتنت دي، وبالتالي لما يعمل فازو كونستريكشن البريفيرال ريزيستنس هتزيد وضغط الدم هيزيد. تمام. تاني حاجه هيعملها الانجيوتنسين 2 انه هيزود السمباثيك اكتيفيتي، وده برضو بيعلي ضغط الدم. ثالث افكت بيعمله انه بيروح للكدني ويخليها تعمل تيوبولار ريابزوربشن للصوديوم والكلورايد ايونز، يعني ترجع تمتص الايونات دي تاني وتدخلها الدم، وبتخرج مكانها البوتاسيوم. واحنا عارفين الميه بتجري على المكان اللي تركيز الملح فيه عالي، فالصوديوم لما يرجع الدم تاني هتجري وراه الميه على طول، فكميه الميه في الدم تزيد، فالبلاد فوليوم حجم الدم يزيد، فده معناه ان ضغط الدم هيزيد، وده تالت تاثير بتزود بيه ضغط الدم. وهل الانجيوتنسين 2 يسقط على كده؟ لا طبعا، ده هيروح للغده اللي فوق الكدني اللي هي الادرينال جلاند، ويخليها تفرز هرمون موجود في القشره بتاعتها الكورتكس، يعني اسم الهرمون ده الدستيرون اللي شفناه دلوقتي في اسم السيستم. الالدستيرون ده برضو هيعمل نفس الميكانيزم اللي فات في الايفكت رقم 3، انه هيروح يخلي الكدني تعمل تيوبولار ري ابزوربشن للصوديوم والكلورايد وتخرج البوتاسيوم، فيحصل صوديوم ووتر ريتينشن في البلد، فضغط الدم هيزيد. هل الانجيوتنسين كده ارتاح؟ لا والله كده ما كفاهوش، ده كمان هيروح للغده النخاميه في البرين البيتيوتري جلاند اللي تحت الهايبوثالاموس، المهم بيروح لها ويخلي الفص الخلفي للغده النخاميه يفرز هرمون اسمه انتي دايوريتيك هرمون او فازوبريسين هرمون. الاثنين واحد، من اسم الهرمون ده انت فهمت انه بيقلل كميه البول. طيب بيعمل كده ازاي؟ عن طريق ان هو بيروح لمكان في النفرون بتاع الكدني اسمه الكوليكتنج داكتس، وهيفتح بوابات موجوده هناك مش لازم تعرف اسمها بس هنقولها يعني عادي، اللي هي اكوا بورينز. البوابات دي بتدخل الميه اللي اتفلترت وكانت رايحه للمثانه، بتدخل الميه دي للجسم تاني. البوابات دي ميزتها ان هي بتدخل الميه لوحدها من غير صوديوم، وده الفرق ما بين الانتي دايوريتيك هرمون على الكوليكتنج داكتس وما بين التاثير بتاع الانجيوتنسين 2 على البروكسيمال تيوبيولز. واحد بيدخل صوديوم
المية والانتيديوريتيك هرمون بيدخل المية بس. دي كانت معلومة ظريفة كده يعني لو حابب تعرفها. تمام جدا. يبقى السيستم اللي قدامنا ده كله مسؤول عن تظبيط ضغط الدم. صدقت بقى ان هرمون سيستم زي ما قلت لك في الاول وانه مسؤول عن تظبيط ضغط الدم والفلويد بالانس؟ تاني افتكر معايا بينشط ازاي السيستم ده. السيستم ده بينشط لما البلاد برفيوجن اللي رايح للكيدني يضعف، وبيحصل له انهبيشن لما ضغط الدم يتظبط تاني عن طريق الفازوكونستريكشن والووتر والصوديوم ريتينشن اللي بيعملهم الانجيوتنسين 2. فالبرفيوجن في جاكستا جلوميولار سيلز يعلى، وبالتالي افراز الرينين بيقل. واظن وضحت التسميه بتاعه السيستم. شرحنا السيستم ده علشان نفهم سوا الادويه اللي بتعالج الهايبرتنشن بتشتغل ازاي. دلوقتي عايز منك توقف الفيديو، فكر معايا، انا لو عايز اقلل ضغط الدم ممكن اقفل ايه في السيستم ده بحيث انه يؤدي في النهايه ان ضغط الدم يقل؟ وقف الفيديو وفكر براحتك، ما تستعجلش. ممكن تكتب في ورقه كده على جنب الخيارات اللي طلعت لك، معاك 5 ثواني تلحق توقف فيهم الفيديو. تمام، نبدأها من اول الريليز بتاع الرينين. ممكن نوقف الريليز ده فمش هيتكون الانجيوتنسين اساسا، فالضغط يقل، وده بيحصل باستخدام ادويه بتوقف الريليز. وتاني حاجه تقلل الضغط ان نمنع تحويل الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2 باستخدام ادويه اسمها AC inhibitors اللي هتقفل الانزيم ده. ثالث ادويه موجوده هي اني امنع شغل الانجيوتنسين 2، وطبعا باني اقفل الريسبتور اللي بتشتغل عليها، وده باستخدام ادويه اسمها ARBs، وده اختصار لانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز. هل بس كده؟ لا، في ادويه رابعه. الادويه دي هي اللي هتقفل او هتبوظ الرينين هرمون نفسه بعد ما تكون وحصل له ريليز، واسمها دايركت رينين انهبيتورز. فرق، ها؟ دول غير الادويه اللي بتمنع الريليز، دي ادويه بتبوظ الهرمون اللي اتفرز اصلا. ودول ادويه حلقه النهارده اللي هيكون حفظهم سهل جدا جدا، وهقول لك ليه لما نيجي نشرحهم، عشان احنا لسه فاضل لنا حته صغيره اللي احنا هنعرف فيها الريسبتورز بتاعه الانجيوتنسين 2 والفارماكوداينامكس بقى بالتفصيل بتاعه الانجيوتنسين 2. تعال بقى نتكلم عن الانجيوتنسين 2 ريسبتور، وهم 4. اختصار الريسبتور AT، فبنقول AT1 AT2 AT3 و4. بالنسبه ل AT3 و AT4 دول لسه الميكانيزم بتاعهم unclear، فنركز على اول اتنين بس اللي هم AT1 و AT2. جميل جدا. AT1 ده مسؤول عن الافكتات اللي قلناها من شويه، وده اللي منتشر جدا في الجسم ومرتبط ب GQ. اي الريسبتور ده من نوع GQ coupled receptor، ونفهم من كده ان تاثيره ستيميلاتري، وده كان واضح جدا في الافكتات اللي احنا شفناها كلها، بيزود بيزود بيزود. تمام. اهم الاماكن اللي موجود فيها هو الهارت، بلاد فيزلز، كيدني، ادرينال كورتكس، لانج اند برين. وظيفته زي ما قلنا انه هيعمل بوتنت فازو كونستريكشن، وبيزود افراز الالدسترون والانتي دايريتيك هرمون اللي هو الفازوبريستين، وكمان بيزود السمباثيتك اوت فلو في البرين. وليه تاثير تاني في البرين انه بيزود الشعور بالعطش، وهنعرف التاثيرات دي دلوقتي لما نتكلم عن الفارماكوداينامكس بتاعه الانجيوتنسين 2. استنى بس. تمام. الريسبتور الثاني هو الاي تي 2 ريسبتور، ده من نوع GI كابلد بجي اي جي بروتين، ان تاثيره انه انهباتوري. هنبص هنلاقيه موجود بكثره وتقريبا في كل انسجه الجنين اثناء الديفلوبمنت، وقليل جدا في الاضل، موجود بس في اماكن محدده زي الادرينال مظله، الريبرودكتيف تيشو، الفاسكولار اندوثيليوم اند بارتس اوف ذا برين. هنلاقي ان مالوش تاثير قوي في جسمنا لانه قليل اصلا. فالمهم بالنسبه لنا هو الاي تي 1 ريسبتورز. حتى وظايف الاي تي 2 يعني لغايه دلوقتي لسه بيتعمل عليها ابحاث. من الوظائف اللي بيتوقعوا انه ليه تاثير عليها هو في الفيتال تيشو ديفلوبمنت، علشان موجود بكثره في الجنين يعني، وانه بيعمل انهبيشن اوف بروليفريشن والسيل ديفرنشيشن والابوبتوسيس وفازو دايليتيشن. وقلت بيتوقعوا لان فعلا دي لازالت نظريات غير مؤكده، وده كل اللي احنا عايزين نعرفه عن الريسبتورز. تعالوا بقى نشوف الفارماكوداينامكس بتاعه الانجيوتنسين 2. فعلى البلاد فيزلز هنلاقي ان الانجيوتنسين 2 هو فيري بوتنت بريسور ايجنت، اي بيعمل فازو كونستريكشن شديد جدا، حتى لو قارناه بالنور ابينفرين اللي احنا خدناه قبل كده، واللي قلنا انه سيلكتيف على الفا 1 ريسبتور اكتر من بيتا، فبيعمل فازو كونستريكشن قوي. هنلاقي ان الانجيوتنسين 2 اقوى منه 40 مره في الفازو كونستريكشن ده. مش بس كده، ده الانجيوتنسين 2 كمان الانست بتاعه خلال 10 ل 15 ثانيه، فلازم تركز على كلمه فيري بوتنت بريسور ايجنت. تمام. تاني عضوين بيأثر عليهم الانجيوتنسين 2 هم الكيدني والادرينال جلاند. على الكيدني هيعمل 3 حاجات، اللي هو بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، وبيعمل فازو كونستريكشن للرينال بلاد فيزلز،
وبيمنع الريليز بتاع الرينين، علشان يقول يعني للرينين اللي انا اتكونت خلاص ما تطلعش تاني، فبيمنع الريليز بتاع الرينين. وعلى الادرينال الجلاند بيأثر على الادرينال المظلة والادرينال كورتكس، القشرة والنخاع. خلينا نشوف النخاع. الادرينال المظلة، احنا عارفين الادرينال المظلة هي المصنع اللي بيكون الابينفرين ونور ابينفرين لو فاكرين. في الانجيوتنسين انا قلت لك انه بيعمل ستيميوليشن للسمباثيك نيرفس سيستم، ده عن طريق انه بيعمل ستيميوليشن للاوتونوميك جانجليا، فبيزود الريليز بتاع الابينفرين والنور ابينفرين، فكده يعتبر بيزود شغل السمباثيك نيرفس سيستم في البريفري. وعلى الادرينال كورتكس اللي بتصنع فيها هرمونات مهمه جدا لجسمنا زي الالدوسترون والجلوكوكورتيكويدز اللي هم الكورتيزونات يعني، فهنلاقي ان الانجيوتنسين 2 بيزود افراز الحاجات دي وكل التأثيرات دي لو واخد بالك، لانه بيشتغل على AT1 اللي قلت لك انه كابل بجي كيو وتاثيره ستيميولاتوري في كل الاماكن اللي هو موجود فيها. فبنلاقي ان الانجيوتنسين 2 بيزود الالدوسترون سينثيسيس والريليز بتاعه، وده بيعمل ووتر وصوديوم ريتينشن فبيعلي ضغط الدم، ده في التركيز الطبيعي ليه. انما في التركيز العالي للانجيوتنسين 2 هيعمل ستيميوليشن للجلوكوكورتيكويدز سينثيسيس، وده بالنسبه للكدني والادرينال المظله. الاكشن اللي بعد كده على البرين، الانجيوتنسين 2 بيزود الريليز بتاع النور ابينفرين في البرين، فكده بيعتبر بيزود السمباثاتيك اوت فلو سنترالي، ده غير تاثيره اللي احنا قلناه من دقيقه على الادرينال المظله انه بيزود شغل السمباثاتيك نيرفس سيستم في البريفري. هنا بقى سنترالي، ركز في الحته دي، وبيعمل ستيميوليشن للدرينكينج، وبنقول على الايفكت ده ديبسوجين. تمام. والتاثير اللي بعد كده على البرين انه بيزود السكريشن بتاع الفازوبريسن انتي دايريتيك هرمون، هو الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، ولينا معاهم لقاء تاني في جزء الاندوكراين. اعرف بس دلوقتي ان الانجيوتنسين 2 بيزود افرازه. تمام. واخر اكشنز هي تاثيراته على السيل جروس، وهنا بنلاقي ان الانجيوتنسين 2 ليه تاثير مايتوجينيك على الفاسكولار والكاردياك ماسل سيلز، اي بيساعد على الانقسام الخلوي للخلايا دي، وعلشان كده بيقولوا ان الانجيوتنسين 2 ممكن يكون سبب لحدوث كارديوفاسكولار هايبرتروفي، زياده حجم القلب والاوعيه الدمويه. والتاثير ده مش بيكون بس الانجيوتنسين 2 هو اللي داخل فيه، لا بيبقى في ميديتورز ثانيه بتساعد في حدوث المشكله دي. الاوفر ستيميوليشن للرينين انجيوتنسين سيستم ممكن يؤدي للهايبرتنشن بسبب مشاكل في الاوعيه الدمويه اللي هيسببها البوتنت فازوكونستريكشن ايفكت بتاع الانجيوتنسين 2، فلازم ما يحصلش اوفر ستيميوليشن للسيستم ده، لان الانجيوتنسين 2 غلط على الاوعيه ذات نفسها. ودلوقتي بقى جه الوقت اللي هناخد فيه الادويه اللي بتعمل انهيبيشن للرينين انجيوتنسين سيستم. هنبدا بالادويه اللي بتعمل بلوك للرينين ريليز، وهنا لازم افكرك بالريسبتور اللي موجود في الكدني اللي مسؤول اللي يزود الريليز بتاع الرينين اللي هو بيتا 1 ريسبتور. هل تعتقد ان معنى كده ان الادويه اللي بتقفل شغل السمباثاتيك عامه او بتقفل البيتا 1 ليها تاثير انها تقلل الريليز بتاع الرينين؟ ايوه صح. لو فاكر الكلونيدين ده كان سيلكتيف الفا 2 اجونست، بيشتغل سنترالي وبريفرالي لو فاكر. الدواء ده بيقلل الريليز بتاع الرينين لانه بيسبب سنترال ريدكشن اوف رينال سمباثيك اكتيفيتي، يعني بيقلل شغل السمباثيك نيرفس سيستم على الكدني. ولو فاكرين ان الالفا 2 كان وظيفته انه ينظم شغل السمباثيك، فكده مش هيحصل ستيميوليشن لبيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في الكدني، فمش هيحصل ريليز للرينين. الادويه الثانيه هي البيتا بلوكرز، واشهرهم البروبرانولول. الادويه دي بيمنعوا الرينين ريليز لانهم بيقفلوا الانترا والاكسترا رينال بيتا ريسبتورز اللي ليهم نيورال رينين ريليز. تمام. اعتقد ان المجموعه الاولى دي ما فيهاش اي معلومه جديده. تاني نوع من الادويه اللي بيقفل الرينين انجيوتنسين سيستم هي الادويه اللي هتقفل الاي سي انزايم، اسمهم اي سي انهيبيتورز. الجميل واللي هيسهل عليك انك تميز الادويه دي عن اي ادويه تانية هي انهم كلهم بينتهوا بمقطع بريل. حتى بص كده عليهم، كابتو بريل، لايزينو بريل، انالا بريل، والفوزينو بريل، برندو بريل، رامي بريل، وبنزا بريل، سايلازا بريل، واميدا بريل، زوفينا بريل، كوينا بريل، وتراندولا بريل، كلهم زي ما انت شايف بينتهوا بمقطع بريل. في كم معلومه كده عايزين نعرفهم قبل ما نقول الاستخدامات بتاعتهم. هو ان كلهم متوفرين في صوره تابلت بتتاخد عن طريق الفم، وكلهم عباره عن برو دراجز وبيتحولوا للاكتف فورم بتاعتهم في الجسم. بيتاخدوا في صوره برو دراج علشان يعني يحسنوا الاورال بايو افيلابيليتي. المهم كلهم في صوره برو دراج ما عدا الكابتو بريل والليزينو بريل، هم يعتبروا الاكتف فورم نفسها. فالدوائين دول مفضلين اكتر لو الشخص عنده سيفير هيباتيك امبيرمنت، اي يعني الكبد عنده فيه مشكله ومش هيقدر يحول البرو دراجز التانيين للاكتف فورم، فناخد على طول حاجه زي الكابتو بريل موجوده على طول هي في الاكتف فورم علشان نقلل ضغط الدم. حاجه كمان بتميز الكابتو بريل غير انه مش برو دراج هو انه ليه اقل ديوريشن اوف اكشن مقارنه بباقي الاي سي انهيبيتورز. قلت لك ان كلهم متوفرين اورالي بس ما عدا الاكتف فورم للانالا بريل واللي هي انالا بريلات،
للي دي برضو موجودة في صورة انترافينوس، بالإضافة يعني ان البرودراج نفسه موجود أورالي. اخر معلومة مهمة هنا هي ان الفوزينوبريل هو الوحيد اللي مش بيعتمد على الرينال إليمينيشن بشكل اساسي. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه انه عادي مريض عنده كيدني امبيرمنت ياخد الدواء ده من غير ما يعمل دوز ادجستمنت، مش محتاج يظبط جرعته، لان الليفر هيقوم بالواجب وهيعمل له إليمينيشن كويس. اظن ما فيش معلومات اسهل من كده. نظم دماغك بس وصفيها، ان شاء الله تقدر تلم اللي وراك بسرعه. نيجي بقى للميكانيزم اوف اكشن الخاص بيهم. هما بيقفلوا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، صح؟ يبقى لازم نشوف الانزيم ده اهميته ايه علشان نفهم الميكانيزم كويس. فنلاقي ان الانزيم ده بيحول الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، واللي قلنا الانجيوتنسين 2 بيعلي ضغط الدم بكذا طريقه. لما ما خلوش يتكون كده انا هقلل الضغط، والمعلومه دي قلناها دلوقتي. هناخد بقى الحلقه اللي جايه ان الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم مسؤول برضو عن تكسير ماده اسمها بريديكاينين. فلما امنع تكسير الماده دي باستخدام الاس انهبيتورز كده البريديكاينين هيتراكم في الجسم. وهتعرف الحلقه اللي جايه برضو ان البريديكاينين بيعمل فازودايليتيشن للأوعية الدموية عن طريق انه بيزود افراز النيتريك اوكسايد، وبالتالي بيقلل ضغط الدم. فدلوقتي لو سألتك ازاي الاس انهبيتورز بيقللوا ضغط الدم، هتعرف تقولي ازاي؟ تمام، بالظبط زي ما قلت، انهم بيمنعوا تحويل الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، كمان بسبب انهم بيعملوا انهبيشن للديجريديشن اوف بريديكاينين، فبيحصل اكيوميليشن للبريديكاينين فيعمل فازودايليتيشن، يوسع الاوعيه فضغط الدم هيقل. وعلى فكره كمان شويه هنلاقي في السايد افكت ان سبب الكحه الناشفه وهي اشهر عرض للاس انهبيتورز بيكون بسبب تراكم البريديكاينين. خد بالك ان الاس انهبيتورز ما لهمش تاثير واضح على الكاردياك اوتبوت والهارت ريت. نتيجه بقى للميكانيزم اوف اكشن ده، تعالوا نشوف الاستخدامات وبعد كده نشوف السايد افكت. اول استخدام هو في علاج الهايبر تنشن. بنستخدم الادويه دي لوحدها او في كومباينيشن مع ادويه تانية. الاس انهبيتورز بتكون فيرست لاين دراجز في علاج الهايبر تنشن عند الناس اللي عندها الضغط والسكر، او ضغط وكرونيك كيدني ديزيز، او الناس اللي عندها الضغط بهاي ريسك الكروناري ارتري ديزيز. في الحالات دي بيكونوا هما الفيرست لاين دراجز. الادويه دي بتستخدم كفيرست لاين لاسباب كتيره بعيدا عن قوتها. اول حاجه لان الادويه دي رخيصه اصلا، وانت بتتكلم عن مرض مزمن، يعني بيفضل المريض يتعالج منه لحد ما يموت، فبيبدا علاجه بالادويه الرخيصه دي لحد ما تظهر الاعراض الجانبيه واهمهم الكحه الناشفه. اول ما يظهر العرض ده بغير على طول على الادويه الاغلى واللي هي الاي ار بيز، انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز، لان دول الكحه الناشفه اللي بيسببوها بتبقى نسبه حدوثها اقل بكتير مقارنه بالاي سي انهبيتورز. تمام، نكمل باقي الاستخدامات. كمان بيستخدموا في الهارت فيلير وبعد المايوكارديال انفاركشن، وهنعرف ايه هم المرضين دول في الجزء اللي جاي بعد الاوتوكويدز على طول، اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم. الثلاث استخدامات اللي قدامنا كلهم ليها علاقه بالكارديوفاسكولار سيستم. في بقى استخدامين تانيين ليهم علاقه بالكيدني، وهما كرونيك كيدني ديزيز ودايابيتك نفروباسي. والدايابيتك نفروباسي دي يعني المشكله اللي حصلت في الكيدني كانت نتيجه ان الشخص ده بيعاني من مرض السكر، فبنقول دايابيتك نفروباسي. المهم دلوقتي ليه بيستخدموا في علاج مشاكل الكيدني؟ هنا لازم نفتكر سوا محفظه بومن عامله ازاي. ده كده شكلها، وده الوعاء الدموي اللي داخل لها وبنسميه افرنت ارتريول، وده اللي خارج منها وبنسميه افرنت ارتريول. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره، بس اعرف دلوقتي ان الانجيوتنسين 2 بيأثر على الوعاء اللي طالع ده الافرنت ارتريول، بيعمل له فازو كونستريكشن. تمام، ده اللي انا عايزك تعرفه. تخيل بقى معايا لو الافرنت ارتريول ده في فازو دايليتيشن، وهنا في الافرنت في فازو كونستريكشن نتيجه لتاثير الانجيوتنسين 2، ده هيعمل ايه؟ ده هيولد ضغط وهيأثر على الرينال بلاد فلو، وبالتالي الجلوميولار فلتريشن مش هيحصل كويس، لان الدم بيجي لمحفظه بومن ويركن فيها قبل ما يطلع من الافرنت ارتريول الضيق ده. فببساطه بندي اس انهبيتور فمش هيتكون الانجيوتنسين 2 اللي بيضيق الوعاء ده، فالفلتريشن هيتظبط. وعلميا بنقول انها بتعمل امبروف انترا رينال هيمودايناميكس ويز ديكريز جلوميولار افرنت ارتريولار ريزيستنس، اي بيعمل له فازو دايليتيشن. نتيجه للافكت ده هي هتقلل حدوث الديابيتك نفروباسي، وكميه الالبيومين اللي كانت بتطلع في اليورين هتقل لان الجلوميولار فلتريشن اتحسن. ودلوقتي بقوا بيقترحوا الادويه دي ويدوها للناس اللي عندها ديابيتس السكر حتى لو ما عندهمش الضغط، علشان يقللوا من نسبه حدوث ديابيتك نفروباسي. واخر معلومه في الاستخدامات هي انها بتقلل ان الشخص يجيله السكر اصلا عند الناس اللي عندها هاي كارديوفاسكولار ريسك. وهنعرف ليه لما تعرف اصلا ايه علاقه الديابيتس بالكارديوفاسكولار ديزيز وقت ما نتكلم عن الديابيتس. خلينا بس في موضوعنا دلوقتي. نيجي بقى للسايد افكت. واول حاجه بتحصل وخصوصا في الجرعه الاولى وهي الهايبوتنشن، انخفاض ضغط الدم. تاني حاجه واللي بتحصل مع الوقت اللي هي ترايب
ريزيستنت كاف الكحة الناشفة، وانجيوديما اللي بتحصل مع 20% او اكتر من الناس اللي بتتعالج بالاسي انهيبتورز. انجيوديما يعني تورم في بعض المناطق في الجسم وخصوصا الوجه وفي الشفايف اللي ممكن يؤدي لصعوبة في التنفس. الاثنين دول بيحصلوا بسبب تراكم البريديكاينين ومادة ثانية اسمها سبستانس بي. اللي بيحصل بالظبط ان البريديكاينين بيحفز الميتابوليزم بتاع الاراكيدونيك اسيد، فالبروستاجلاندين بتزيد ودي الميتابولايتس بتاعت الاراكيدونيك اسيد، او بصوره تانية ان البريديكاينين بيحفز تكوين البروستاجلاندين من الاراكيدونيك اسيد. وهناخد البروستاجلاندين الحلقه اللي بعد الجايه ما تقلقوش وهنفهم كل ده، بس اعرف ان لما البروستاجلاندين بتزيد هي والنيتريك اوكسايد بسبب البريديكاينين اكيوميليشن، ده بيعمل كحه بميكانيزمات اسمها برو انفلاماتوري ميكانيزم، اي بيعمل زي التهاب كده في الرئتين فبتفضل تكح. لذلك ده السبب في الدراي بريزيستنت كاف. وعشان تعالج العرض ده عندك 3 حلول، اما انك تبطل تستخدم الادويه دي وهتخف لوحدك بعد كام يوم، او انك تاخد ايرن سبليمنت زي الفيروس سلفيت. ليه؟ لان الايرن بيمنع انزيم اسمه نيتريك اوكسايد سينسيز، ده الانزيم اللي بيصنع النيتريك اوكسايد، فلما النيتريك اوكسايد ما يتكونش كده انت بتقلل من الايفكت بتاع البريديكاينين. والحل الثالث انك تاخد نانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين بتركيز 500 ملي جرام في اليوم، ده قادر انه يمنع تكوين البروستاجلاندين لانه بيعمل انهيبيشن للبروستاجلاندين سينسيز. فبكده انا بعمل عكس اللي بيعمله البريديكاينين فامنع حدوث الكحه الناشفه. السايد افكت اللي بعد كده هو هايبركاليميا، اي زياده نسبه البوتاسيوم في الدم، انهم بيقللوا تكوين الانجيوتنسين 2 والالدسترون، وبالتالي مستوى الالدسترون بيقل هو والانجيوتنسين 2، والاثنين كانوا بيعملوا صوديوم ووتر ريتينشن قصاد انهم يخرجوا بوتاسيوم، فالبوتاسيوم هيزيد في الدم وده معناه هايبركاليميا. واخر سايد افكت هو انهم ممكن يتسببوا في حدوث اكيوت رينال فيلير، وخصوصا عند الناس اللي عندها رينال ارتري ستينوسيس، اي تضيق في الشرايين الخاصه بالكدني. ويرجع سبب ده لانهم بيعملوا فازو دايليتيشن، او انها بتخلي الاوعيه تفقد الالاستيستي بتاعتها، لان الكليه مش عايزه فازو دايليتيشن 24 ساعه، في اوقات لازم يحصل فازو كونستريكشن، فالادويه دي بتعمل خلل في التوازن ده، فده ممكن يعرضنا لاكيوت رينال فيلير. تمام جدا، ده بالنسبه للسايد افكت. الدراج انتراكشن بتاعت المجموعه دي مع ادويه اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس او البوتاسيوم سبليمنت، لان الادويه دي بتزود البوتاسيوم وهم كمان هيعملوا هايبركاليميا، فما ينفعش اخد الادويه دي مع الاسي انهيبيتورز. وتاني دراج انتراكشن هو مع الليثيوم، لان الاسي انهيبيتورز بتتسبب في زياده تركيز الليثيوم في الدم. واخر دراج انتراكشن هو مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، زي ما قلنا علشان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيقللوا تصنيع البروستاجلاندين، وهنفهم بعد حلقتين ان البروستاجلاندين ليها وظائف كثيره، منها ان البروستاجلاندين اللي موجوده في الكدني مسؤوله انها تقلل بلاد بريشر عن طريقه انها بتحسن الفلتريشن وبالتالي بتقلل حجم الدم. اما البروستاجلاندين دي تقل بسبب النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ده هيقلل الهايبوتنسيف افكت بتاع الاي سي انهيبيتورز. تمام، اخر حاجه هنعرفها عنهم هي الكونترا انديكيشن، وهم حالتين. اول حاله هي في الست شهور الاخيره من الحمل، الاي سي انهيبيتورز متصنفه تبع الادويه الكاتيجوري دي كونترا انديكيتد في الفتره دي، لانه هيزود الريسك لحدوث هايبوتنشن في الجنين وريسك للانيوريا والرينال فيلير. واخطر حاجه انه ممكن يتسبب في حدوث تشوهات خلقيه في الجنين فيتال مال فورميشن، من التشوهات الخلقيه دي زي مشاكل في تكوين الرئتين وفي العظام. وغير ده كله ممكن الاس انهيبيتورز تموت الجنين اصلا، فما تنفعش في الست شهور الاخيره من الحمل. والكونترا انديكيشن الثاني هو ان لو حد كان بيتعالج قبل كده بالاس انهيبيتورز وجاله انجيوديما، كده هو ما ينفعش يستخدم الادويه دي تاني. تمام، ده بالنسبه للاسي انهيبيتورز. تعالوا نشوف ثالث نوع من الادويه اللي بيأثر على رينال انجيوتنسين سيستم، واللي هم ARBs انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز. دول بقى المره دي كلهم بينتهوا بمقطع سرتان، واللي هم اللو سرتان، فال سرتان، والكاندي سرتان، والاربي سرتان، والابرو سرتان، والتلمي سرتان، والاولمي سرتان، والفيما سرتان، وايزل سرتان. كلهم عباره عن كومبيتيتيف انتاجونست للانجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور. وان اللوسرتان والفالسرتان هم اول دوائين تم تسويقهم، وكل الادويه دي بتتاخد عن طريق الاورال روت مره واحده في اليوم، ما عدا الفالسرتان مرتين في اليوم. كمان من المعلومات المهمه نعرفها ان كلهم ليهم هايلي بلازما بروتين بايندينج، فليهم لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، ما عدا كاندي سرتان ليه فوليوم اوف ديستريبيوشن صغير. تمام، المهم قوي بالنسبه لنا نعرفه دلوقتي هو الفرق ما بين الاي سي انهيبيتورز والاي ار بيز، وده اللي هيساعدك شويه على الحفظ. اول حاجه ان الاي ار بيز ما بيأثروش على البريديكاينين ميتابوليزم، ونفهم من كده ان
فيش كحه ناشفه بتحصل مع الادويه دي. وكمان ان الاي ار بيز مور سيلكتيف بلوكرز للانجيوتنسين 2 افكتس اكتر من الاي سي انهبيتورز، لان الاي ار بيز بيقفلوا خالص شغل الانجيوتنسين عن طريق ان هم بيشتغلوا على الريسبتور نفسه، غير الاي سي انهبيتورز اللي بتشتغل على الانزيم اللي بيحول الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2. ومش ده المصدر الوحيد لتصنيع الانجيوتنسين 2، في مصادر تانية، لذلك برضه هيبقى في كميه انجيوتنسين 2 هتروح تدي افكت، عشان كده الاي ار بيز تعتبر مور سيلكتيف. اما بقى بالنسبه للاستخدامات فهما الاثنين زي بعض، والسايد افكتس بتحصل نفس الاعراض بس اقل بكتير من اللي كانت بتحصل في الاي سي انهبيتورز. فمثلا زي الدراي كاف والانجيوديما بتبقى اقل جدا من الاي سي انهبيتورز لان ملهاش تاثير على البريديكاينين، ونفس اللي قلناه في الكونترا انديكيشن في البريجنانسي بتاعت الاي سي انهبيتورز هي نفس الخطوره مع الاي ار بيز. تمام جدا. واخر ادويه بتاثر على السيستم ده اسمها دايركت رينين انهبيتورز، وفيها دواء واحد اللي هو الاليسكايرين، وده الدواء الوحيد اللي في المجموعه دي خد الموافقه من الاف دي اي سنه 2007. الميكانيزم بتاعه انه بيمسك في الرينين نفسه وبيبوظه، وبالتالي الانجيوتنسينوجين مش هيتحول للانجيوتنسين 1. ده الميكانيزم بتاع الاليسكايرين، وليه لونج ديوريشن اوف اكشن، عشان كده بيستخدم مره واحده في اليوم، بيستخدم في علاج الهايبرتنشن سواء كان في كومباينيشن او لوحده. سايد افكتس للاليسكايرين اهمها هما دياريا وجي اي تي ديستربنس، وبيعمل ريش نتيجه انه بيعمل هايبر سنسيتيفيتي حساسيه، ده غير السيمبتومز بتاعت الهايبوتنشن اللي هي زي مثلا صداع ودوخه، واكيد طبعا بيعمل هايبر كاليميا. واتمنى تكون استنتجت ليه نفس السبب اللي قلناه في الاي سي انهبيتورز، مش هقوله تاني. تمام. واحتماليه حدوث انجيوديما وكف بتبقى اقل بكتير من الاثنين اللي قبله اللي هما الاي سي انهبيتورز والاي ار بيز، وزيهم في الكونترا انديكيشن في البريجنانسي، وليه نفس الدراج انتراكشن بتاعت الاثنين اللي فاتوا اللي هي يعني مع البوتاسيوم سبليمنت عشان هيزودوا الهايبركاليميا، ومع نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لانهم هيمنعوا تكوين البروستاجلاندين في الكدني وبالتالي ضغط الدم هيزيد فهتقلل الهايبوتنسيف افكت بتاعت الاليسكايرين. وفي كمان دراج انتراكشن للاليسكايرين هو مع الادويه اللي بتقفل انزيمات السيتوكروم بي 450 اللي هي اسمها ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتورز، لان الادويه دي بتقفل الميتابوليزم بتاع الاليسكايرين فما بيتكسرش وبيتراكم في الجسم فيدي افكت اعلى، او يعني يحصل لنا منه توكسيستي. واخر دراج انتراكشن هو مع الاي سي انهبيتورز والاي ار بيز، لانهم لو اتاخدوا مع بعض هيزودوا الريسك للرينال امبيرمنت وهيحصل هايبركاليميا اخطر وهايبوتنشن زياده. تمام الحمد لله، وكده خلصنا شرح النهارده. تعال بسرعه اختبر تركيزك في الدقيقه دي قبل ما تنسى اي حاجه. يلا بسم الله. وكده خلصت حلقة النهاردة، اعتقد انها كانت كبيرة شوية بس حرفيا من اهم الحلقات اللي هتساعدنا قدام على فهم حاجات كتيرة، ذاكروها كويس. ويا سيدي ما تزعلش نفسك علشان الحلقة كانت كبيرة، الحلقة اللي جاية اسهل بكتير وكمان الكمية هتبقى اقل بكتير. وبس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتحمل ملف الحلقة، وشكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.